أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. الاحتلال الأمريكي الإيراني واستهداف القيم في العراق. فارس الخطاب يكتب: منذ فترات طويلة سبقت احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية البريطانية عام 2003 ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية التابعة لمخابرات البلدين ومراكز صنع القرار فيهما منكبة على دراسة وتحليل بنية وقدرات الشعب العراقي وكذلك نقاط القوة والضعف فيه لتتمكن في نهاية المطاف من جدولة مجموعة من القيم والاعتبارات الدينية والتربوية الممسكة لهيكلية البناء العميق والمتين لهذا البلد ولتحيلها إلى مهندسي العمل الميداني المرتبط بما وراء الاحتلال العسكري والقوى المفرطة تجاه شعب شبه أعزل. فكانت أكبر عملية تسلسل عملياتي استهدف نصف جذور هذا الشعب وتحويله إلى مجموعة من التجمعات البشرية المنتشرة بمناطق عدة قريبة كانت من بعضها أو بعيدة. حول استهداف القيم العراقية كتب فارس الخطاب مقالا في موقع مركز رسام للدراسات: لم يكن للقوات الأمريكية البريطانية القدرة الكاملة على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الصعبة المعقدة تجاه شعب عريق أصيل ثقافيا واجتماعيا ووطنيا كالشعب العراقي، لذا كان من اللازم إشراك طرف ثالث كمساهم رئيس في تحقيق الأهداف المرجوة. فكانت إيران بكل ثقلها الجغرافي والتاريخي والعقائدي والسياسي، وهي مساهمة قدمت للعراق على طبق من ذهب، ولم تكن جارة العراق السيئة تحلم بأي مرحلة من مراحلها بهذه الفرصة التاريخية لتدمير الخصم التاريخي لها والبوابة الشرقية للأمة العربية. إذن كان السؤال الفعلي على طاولة الذين احتلوا العراق مضاف لهم إيران هو: كيف ندمر العراق وبناه التحتية؟ والأهم: كيف نعطل نهضته لعقود من الزمن إن لم تكن قروناً؟ طبعاً هذا التساؤل ليس فيه مبالغة، أي أن تدمير بنى أي مجتمع واستبدالها بممارسات وسلوكيات لا علاقة لها للعقل الإنساني والاجتماعي والديني بها يعني بالنتيجة وضع هذا المجتمع خارج قياسات الزمن وأيضاً خارج مقاييس الحضارة، وهو ما حصل ويحصل في العراق وبشكل مشاهد وملموس من قبل مقاولي هذه المهمة القذرة ممن جاءوا مع كل أنواع الاحتلال والذين يتبادلون أدوار تكريس التخلف والغفلة وتسطيح العقائد الدينية وتحويلها إلى ممارسات تشمئز منها نفوس كل أصحاب العقول حتى وإن لم يكونوا من المتدينين. ويضيف الكاتب فارس الخطاب في مقاله حول تدمير المجتمع العراقي وقيمه من قبل الاحتلال الإيراني والأمريكي: لم يعد في العراق من ملامح حضارية كان شعبه يتباهى بها بعد أن بذل المحتلون وخاصة إيران جهودا جبارة وبمساعدة أرباب ما سمي بالعملية السياسية لبناء مجتمعات عراقية متعددة مستعينة على ذلك باستخدام القوة المفرطة عن طريق ميليشيات ولائية شديدة البأس تجاه من يرفض الانصياع لأوامرها، وكذلك من خلال إشاعة الفساد والإفساد والتي باتت الملاذ شبه الطبيعي لنسب كبيرة من المجتمع، أفقدتهم القوى المتحكمة في العراق فرص العمل والحصول على مصادر العيش الكريم حتى تمرغ جل الناس ظهرا ببطن ممارسات يشوبها الفساد حصادا أو مصدرا. إن من أهم أدوات تدمير القيم في المجتمع العراقي هي القيم المرتبطة بالدين، وهذه تم التركيز عليها قبل بدء العمليات العسكرية عام 2003، فقد تم إدخال بعض المراجع الدينية لطائفة معينة لتبرير احتلال العراق ولإثارة النزعة الطائفية تجاه طائفة أخرى، المستهدف الأهم والذي يمتد تأثيره لعقود هو التعليم، وقد بذلت في سبيل تحطيم التعليم في العراق ما لم يبذل في سبيل احتلاله عسكريا الكثير من الجهود والأموال،
وكان وما يزال مهندس ومنفذ نسف كل ما يتعلق بالتعليم أتباع إيران في العراق بتفويض أمريكي تام. فقامت الحكومات العراقية بإلغاء أغلب المناهج الدراسية ودس الخزعبلات والنصوص الطائفية الفارغة والأحداث التاريخية البعيدة كل البعد عن واقع الأمة العربية والعراق على وجه الخصوص. وهذه العملية مراقبة ومتابعة بشكل جيد ودقيق مستمرة منذ عام 2005 حتى تتم إضافة الجرعات للمناهج بما يؤمن الغسيل الفكري والعاطفي والنفسي لأجيال من الطلبة في مراحل دراسية عديدة لم تنجو منها حتى الجامعات. إن من أشد نتائج احتلال العراق منذ 19 عاماً أنه بات ضعيفاً، تراجعت فيه كل واجهاته المعتبرة في مقاييس التحضر كالبنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما تم وبعمل ممنهج تدمير الهوية الوطنية من خلال ما تقدم، إضافة إلى تهديم للقيم العامة للمجتمعات كاحترام القانون وتطبيقه وقيم الرجولة والدفاع عن الوطن ودور المرأة في المجتمع، وتحويل العراقي إلى إنسان يعيش في بقع مختلفة من العراق منسلخاً عن سلطة الدولة التي أريد لها أن لا تعبر إلا عن مصالح طائفة أو فئة اجتماعية محدودة وضيقة. الآن إلى مقال آخر. يقول الكاتب زياد المشهداني في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني، يقول إن توسع إيران خارجياً هو لإيهام الشعب الإيراني بأن نظام طهران قوي، لكن في الحقيقة خسروا نصف أتباعهم في الدول القابعة تحت سيطرة إيران. فما يحدث من انهيار في لبنان ومقاطعة شعبية للانتخابات في العراق دليل على انحسار نفوذهم، لأنهم خسروا نصف قواعدهم في هذه البلاد، وتحاول إيران بتقليل خسائرها من خلال استبدال سفرائها. في العراق جاءوا بسفير درس في النجف واسمه عربي ويتحدث اللهجة العراقية ليفهم الأمور بشكل أدق وأسرع لاسترجاع مقبوليتهم التي فقدوها في الشارع العراقي، وتناسوا أن الشعب العراقي لم يعد تنطلي عليه الأكاذيب ولن يتقبل تدخل إيران في العراق بعد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها بالعراق والمعاناة الكبيرة التي عاشها ويعيشها العراقيون بسبب إيران وأدواتها من الأحزاب والميليشيات التي سيطرت على مفاصل حياتهم الأمنية والاقتصادية وسرقت خيرات الشعب الذي فهم الدرس الموجع جيداً، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل إن العشر سنوات الأخيرة فهم الشعب الإيراني أيضاً أن نظامه يعتاش على الفتن والحروب وسفك الدماء، وأنه انعزل عن العالم الخارجي، وأن البرنامج النووي والمفاوضات حوله وهم كاذب لن يقدم لإيران وشعبها شيئاً سوى الاستمرار بالانهيار. ومع ذلك فالدول الكبرى لن تسمح لها بامتلاك القوة النووية. إيران على صفيح ساخن، وما يحدث فيها الآن هو شبيه بما حدث في عام 1979، فقد كانت أبرز الأحداث تغييرات اقتصادية قام بها رضا بهلوي آخر ملوك إيران. تلك التغييرات أثرت بشكل كبير على الطبقات الاجتماعية، وقام أيضاً بقمع الحركات السياسية وتقييد الحريات وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة كما يحدث الآن في إيران. فاندلعت موجات الاحتجاج لعدة سنوات حتى سقط النظام الحاكم، والأحداث نفسها تعاد الآن في الداخل الإيراني. احتجاجات منذ سنوات يواجهها النظام الإيراني بكل وحشية وقسوة، وكل عام يتكرر المشهد ولكن بازدياد. نشر موقع مدرن دبلوماسي تقريراً تحدث فيه عن مدى أهمية التجارة الدولية في تغذية الصراع حول العالم. وقال الموقع في تقريره إن التكامل التجاري الدولي للبلدان الموجودة عبر الانقسامات السياسية من شأنه أن يؤدي إلى عالم غير متوازن وصراع بسبب الاستياء والخوف. وحسب الموقع فقد كشفت الحرب في أوكرانيا عن مفارقة مذهلة، مفادها أن الدول يمكن أن تكون في حالة حرب
بينما تستمر أعمالها تجارية. ودفع الاتحاد الأوروبي لروسيا 60 مليار يورو مقابل شحنات الوقود الأحفوري في الوقت الذي يشن فيه الاتحاد الروسي حربا شرسة ضد حليف أوروبا الفعلي أوكرانيا. إن مفارقة التجارة في أثناء القتال لا تعبر عن نفاق الدول لبعضها البعض، بل تكشف عن جانب من جوانب العولمة الاقتصادية، فكلما زاد تكاملها بين الدول خلقت المزيد من الصراع في العديد من الأماكن. ويكمن السبب في عدم وضوح هذه المفارقة إلى حد الآن في ادعاء الحكمة الشائعة المتعارف عليها بأن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى التقارب السياسي. ومع ذلك يجب أن تكون الدول التي وقعت في خضم عملية العولمة قريبة بما يكفي لتلتقي، حيث يؤدي وجود هذه الدول على طرفي نقيض من الطيف السياسي إلى نتائج كارثية، نظراً لأن التدافع الأوتوقراطي والديمقراطية تجاه بعضهما البعض قد يؤدي إلى الصدام وليس السلام. فمن خلال تحليل شبكة بيانات التجارة الدولية، اكتشف البحث الذي أجرته مبادرة فورسز ومعهد كراش لدبلوماسية التكنولوجيا بجامعة بوردو علاقات تبعية مشتركة واسعة عبر الكتل السياسية. وقد تم اكتشاف الاختلال من خلال تحليل العلاقات التجارية ل 141 دولة رئيسية تمثل أكثر من 95% من سكان العالم والنشاط الاقتصادي. وقال إن النتيجة الرئيسة كانت صارخة، إذ لا يوجد سوى كتلتين تجاريتين رئيسيتين أو شبكتين فرعيتين، وهما الهند المحيط الهادئ الإفريقي من جهة وأوراسيا من جهة أخرى، وتوجد في كل كتلة قوة غربية كبرى مكبلة بروابط تجارية قوية مع نظام استبدادي. فعلى سبيل المثال، ترتبط الولايات المتحدة بالصين، ويرتبط الاتحاد الأوروبي بروسيا وتوابعها. قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه بينما تدافع دول البلطيق وبولندا تدافع عن استمرار الحرب في أوكرانيا على أمل هزيمة روسيا، تريد فرنسا وألمانيا وإيطاليا مساعدة أوكرانيا والتفاوض مع روسيا على أمل وقف إطلاق النار. وأوضحت الصحيفة أن السؤال التالي بعد أثار التوترات مع الولايات المتحدة هو بصدد تقسيم أوروبا إلى قسمين بالنسبة لحلفاء كييف. ما هي أهداف الحرب في أوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي؟ ففي حين استمر الصراع أكثر من 100 يوم، فإن الجملة القصيرة الأخيرة لإيمانويل ماكرون بشأن عدم إذلال روسيا في سياق مفاوضات لا تزال غير محتملة قد وسعت الفجوة بين المعسكرين الحاليين. دول البلطيق وبولندا، دون أن ننسى المملكة المتحدة، تؤيد استمرار الحرب. ومن ناحية أخرى، فإن فرنسا وألمانيا وإيطاليا التي تتخذ خطاً أكثر اعتدالاً حريصة على مساعدة أوكرانيا والتفاوض مع روسيا لتسهيل وقف إطلاق النار. بعد 3 أشهر من الحرب، لم تعد عواصم البلطيق تتردد في تحديد خلافاتها مع أوروبا الغربية. ولسبب وجيه، يزرع إيمانويل ماكرون وأولاف شوالتس وماريو دراغي نهجاً متعارضاً تماماً، إذ يعتبر يرون أنه من الضروري الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي من أجل تشجيعه على التفاوض على وقف إطلاق النار واتفاقية سلام على أمل تحقيق استقرار دائم في أوكرانيا واستعادة الأمن الأوروبي الذي دمرته الحرب. بالنسبة لهم، لا يمكن تصور هزيمة كاملة لأوكرانيا، والهزيمة الكاملة لروسيا دون تدخل غربي مباشر أمر غير مرجح، على الرغم من تسليم الأسلحة للأوكرانيين. لهذا السبب، وفقاً لباريس وبرلين وروما، يجب الاستمرار في الحديث مع بوتين إذا كنا لا نريد الحرب أن تطول. وهو السيناريو الذي يعد مخاطرة بالقضاء على أوكرانيا، وهو تقييم يخالف تقييم مؤيدي الأسلوب القوي. واعتبرت لوموند أنه على عكس الولايات المتحدة، تعرف دول أوروبا الغربية أيضاً أنه محكوم عليها بالتعايش مع الروس لأسباب جغرافية على الأقل.
قالت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها بعد يوم من تعليقها معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر مع إسبانيا عام 2002، أصدرت السلطات الجزائرية أمراً لمديري المصارف بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا. وردت مدريد على هذا القرار بتصريح لوزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس يقول فيه إن بلاده سترد بحزم في الدفاع عن مصالح الشركات والمواطنين الإسبان. معلوم طبعاً أن القرار الجزائري هو رد على تغير الموقف الإسباني الذي ظهر في آذار مارس الماضي من قضية الصحراء الغربية عبر إعلان مدريد عن دعمها خطة المغرب في منح الحكم الذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة، وهو ما يضعف الموقف الجزائري الداعم لجبهة البوليساريو التي تسعى للاستقلال الكامل للإقليم الذي يعده المغرب جزءاً من أراضيه. كان الرد متوقعاً، وخصوصاً بعد سحب الجزائر سفيرها من مدريد وتوعدها برد قاس، لكن اتجاه الجزائر نحو هذه القطيعة مع الجار الأوروبي يبدو كبيراً بمقاييس العلاقات بين الدول، وواضح أن الجزائر ستستخدم أسلحة النقل والهجرة، ولكنها على الأغلب ستكتفي بمحاولة رفع أسعار الغاز وليس قطعه، فهذه الخطوة لا تبدو في صالحها من الجانب التجاري والقانوني. في حال تطبيق الجزائر لسيناريو قطع كامل لإمدادات الغاز، فإن إسبانيا ستلجأ للتحكيم الدولي، وهو ما سيضر بسمعة الجزائر الدولية في مجال التعاقد والالتزامات، وسيحملها دفع شرط جزائي ضخم كتعويض لمدريد، وهو ما أشار إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقوله إن بلاده ستفي بالتزاماتها في مجال الطاقة مع إسبانيا حباً واحتراماً للشعب الإسباني وليس لحكومة بيدرو سانشيز. تأتي القطيعة الجزائرية الإسبانية الحالية كفصل مكمل لمسلسل القطيعة الجزائرية المغربية، وواضح أن الجزائر والرباط تعتبران مسألة الصحراء الغربية قضية كبرى تتضاءل أمامها القضايا الأخرى، ويهون لأجلها استمرار تقطع الوشائج والأواصر والأرحام وأغلاق الحدود كافة بين الشعبين الشقيقين، بحيث تندفع السلطات البلدين باتجاهين متعاكسين تماماً، فتتقارب الرباط أكثر وأكثر مع إسرائيل، فيما تتجه الجزائر إلى استقطابات عابرة للقارات مع دول تعاني الحصار والعقوبات مثل روسيا وفنزويلا وإيران. يحتل الحصان مكانة بارزة في الثقافة الليبية ويحتفل بفنون الفروسية في كل مكان منذ قرون عبر تنظيم سباقات واستعراضات، وتتركز أنظار العشرات من المشترين والشغوفين بالخيل مجتمعين في مدينة مصراتة ثالث أكبر مدن ليبيا على فرس أنيقة تمر أمامهم خلال مزاد عكس أهمية الفروسية في الثقافة المحلية في بلد دمرته سنوات من العنف. ويقود شبان يرتدون قمصانا بيضاء الأحصنة واحدا تلو الآخر على أرض مكسوة بالعشب الأخضر أمام المشاركين في المزاد. ويؤكد أحد منظمي المزاد حسين شكا قائلا يهدف المزاد إلى التعريف بخيول المربين، مضيفاً أن الخيول أتت من الغرب والشرق والجنوب من كل مدن البلاد يقصد ليبيا، ويشير إلى أن بعض مالكي الأحصنة يريدون تربيتها فقط ولم يشاركوا في أي مسابقات أو مزادات. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير.
مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما كونوا في رعاية الله، إلى اللقاء.